على التطور الكبير الجزء 31، ولسه بنكمل في موضوع تطور الحشرات أو ادعاء تطور الحشرات الجزء الثالث منها. برضو علشان الناس اللي مش متابعة معانا بنتكلم في إيه دلوقتي؟ لو تفتكروا حضراتكم كنا بدأنا يعني ابتدى الهجوم الإلحادي ومن ابتدى كمان على الإنترنت وعلى البلتوك يحاولوا يهاجموا ويقولوا إن الكتاب المقدس أخطأ. أخطأ في إيه؟ أخطأ إن هو تكلم على الخلق. لا، مفيش حاجة إن ربنا خلق كل الكائنات في أسبوع الخلق وإن هو كل كائن استمر كجنسه. الكلام ده كله خطأ، لأنه بيدعوا إن العلم أثبت إن الكائنات لم تأتي بالخلق ولا التصميم، لكن الكائنات أتت عن طريق التطور من جد مشترك، زي ما بيقولوا، زي ما بيدعوا إن أثبتت نظرية التطور. فابتدينا ندرس الموضوع ده مع بعض، ودرسنا المقدمة التاريخية، فكرة التطور ده ظهر من إمتى وليه قبل كده كان يفشل أي محاولة فلسفية لإثبات هذا الفكر التطوري. لأن باختصار شديد أي فيلسوف بيدعي أنه لا يوجد إله كفكر إلحادي كان بيواجه بسؤال هادم لهذا الفكر، وهو لو لا يوجد إله خالق من أين أتت الكائنات أو الخلائق؟ ما كانش يعرف يرد على هذا السؤال، فكان بتفشل أي محاولة من محاولات الفلاسفة القدامى لإدعاء عدم وجود إله خالق، بل توصف بالغباء. لغاية ما ظهرت فرضية، هذه الفرضية تدعي أيوة، أول ما ابتديت أتكلم وأسجل ابتدت الأسئلة على التكست. يبقى انتظروني بقى في فترة الأسئلة رجاء محبة، وإلا هعتبر ده محاولات التشتيت الأسبوعية المعتادة. كويس؟ فلما ظهر الفكر اللي ادعاه إنه الكائنات لم تأتي بالخلق ولكن أتت بالتطور، فرح بيها الملحدين جدا وتمسكوا بيها ودفعوا واستماتوا في الدفاع عنها، علشان أخيرا جاوبت لهم على السؤال من فين أتت الكائنات لو لا يوجد إله خالق. أيضا من الناحية المقابلة، ما تسمى بنظرية التطور عرفنا إن هي غير علمية، لا ينطبق عليها مقاييس العلم، لأن مقاييس العلم لشيء عشان يلقب إن هو علمي لازم يكون ملاحظ observable، مختبر testable، متكرر repeatable، يعني نفس الشيء يديك نفس النتائج testable تختبره، وهذا الأمر تقدر تطبق عليه هل تثبته أو تخطئه اللي هو الفلسفايبل. فرضية التطور لا ينطبق عليها أي مقياس من هذه المقاييس، هي غير ملاحظة، غير مختبرة، غير متكررة، ولا ينطبق عليها مبدأ الفلسفايبل. فهي المفروض حسب تعريف المقاييس العلمية هي غير علمية، ولكن زي ما قلت لولا دفاع الملحدين كانت مفروض تفشل زي أي فرضية لا ينطبق عليها المقاييس العلمية. ولكن للأسف لما دافعوا عنها كبرت وتعظمت وأصبحت دلوقتي تدرس لأولادنا في المدارس ويقنعوهم، وبسبب هذا الأمر ناس كتيرة بدأت تلحد. يغم يقولوا إن ما ألحدناش بسبب الكلام ده، لكن هو في الحقيقة دافع أساسي، لأن مفيش إنسان هيكون عارف إن الكائنات أتت بالخلق ويدعي لا يوجد إله خالق، مستحيل. حتى لو أنكر أنه إلحاده ليس بسبب النظريات العلمية، ولكن ده هيكون واحد من الحاجات الأساسية اللي اعتمد عليها لكي يلحد. فدرسنا مع بعض الموضوع ده، ودرسنا تاريخيا، وقدمت مقاييس علمية تؤكد أنه لا يوجد هذا الزمن المزعوم اللي يكون حصل فيه التطور. بعد كده كمان درسنا الجيولوجيا وعرفنا أن الطبقات الجيولوجية هي ليست طبقات رسوبية في حقب، ده خطأ، وكل طبقة بتترسب في حقبة من عشرات ومئات الملايين من السنين وبتحفظ حفريات الكائنات اللي كانت عايشة فيها. لا، درسنا الموضوع ده وعرفنا أن الطبقات الرسوبية هي طبقات تمثل سنة واحدة لكارثة ضخمة جدا مائية، وهي كارثة الطوفان الكتابي اللي كونت هذه الطبقات الرسوبية ودفت الكائنات اللي كانت عايشة مع بعض، اللي اتخلقت مع بعض وكانت عايشة مع بعض واتدفنت مع بعض في كريست الطوفان الكتابي. فالمئات الملايين والبلايين من السنين اللي بيدعوها في الحقب دي بتاعت الطبقات الرسوبية هي الحقيقة ليس لها وجود. هي طبقات رسوبية تكونت في كارثة مائية واحدة عملاقة، الطوفان الكتابي، ولا يوجد أي حاجة في الطبيعة تكون هذه الطبقات الرسوبية إلا هذه كارثة الطوفان الكتابي. ابتدينا نتكلم مع بعض على التطور الكبير أو نظرية داروين، وابتدينا ندرس شوية حاجات مع بعض. فعرفنا يوجد فكرين، الفكر الأولاني أنه الكائنات الحية اللي هي بيقولها الكتاب المقدس جت إزاي؟ عن طريق الخلق، إلهنا خلق الكائنات. أما الفكر التطوري بيدعي أنه الكائنات أتت بالتطور من جد مشترك. طيب،
إلهنا لما خلق الكائنات ما كانش محتاج يعمل حاجة اسمها شوربة عضوية يطلع منها الكائنات، ربنا لما خلق خلق كائنات مباشرة. أما الفكر التطوري بيحتاج إنه عشان يطلع هذا الجد المشترك، الجد ده جه من فين؟ بيدعوا إنه شوية مواد غير عضوية اتحدوا مع بعض بطريقة ما كونوا مواد عضوية، هذه المواد العضوية ازدادت تعقيد لغاية ما أصبحت الشوربة العضوية اللي طلع منها الجد المشترك. فالتطور محتاج ما يسمى بالصدف العشوائية اللي تكون تطور عضوي. كويس؟ الكتاب المقدس ما لا يتكلم على تطور عضوي ولا غيره، الكتاب المقدس يتكلم على ربنا خلق الكائنات مباشرة. بعد كده الكتاب المقدس قال الكائنات اتخلقت معا، الأجناس اتخلقت معا، تتنوع ولكن لا تتطور، تستمر كأجناسها. يعني الكلب يتنوع ولكن هيستمر الكلب، القطط تتنوع ولكن هتستمر القطط. القطط مش هتتطور تبقى قصور أو غيره. أما التطور ينادي بأنه الكائنات أتت من جد مشترك. فالكتاب المقدس نادى بثبات الأجناس وليس الأنواع. أما التطور ينادي بأن كل الأجناس أتوا من جد مشترك، شجر التطور اللي أنتوا عارفينها. أنه الجد المشترك طلع من الشوربة العدوية دي، الشوربة العدوية اللي بدأت بعد ما الأرض ما بدأت تبرد من 4.2 مليار سنة وأقل، ومن 3.5 أو 3.8 مليار سنة ظهر الجدية البسيط جدا الذي ينقسم ذاتيا. هذا الجد المزعوم ده اللي من 3.5 مليار سنة بدأ رحلة التطور واستمر يتطور تدريجيا، وده اللي طلعت منه كل وحيدة الخلية البسيطة اللي هي البكتيريا حاليا وأجناسها. وهو ده كمان اللي تطور من بسيطة الخلية البروكاريوتيك إلى معقدة الخلية اليوكاريوتيك، واليوكاريوتيك أو أصلية النواة أو ذات النواة اللي طلع منها كل الأوليات البروتوزوا والأميبا والكلام من ده. بعد كده كمان تطور إلى عديد الخلايا، ولما بدأ يتطور إلى عديد الخلايا اتقسم نوعين حيوانية ونباتية، وطلعت من النباتية طلع من عديدة الخلايا البسيطة الإسفنجيات، وطلع منها النباتات، وطلع بعد كده منها المملكة الحيوانية اللي المفروض طلعت منها عديدات الخلايا اللي تسمى بالمفصليات، ومن المفصليات طلع منها الحشرات اللي احنا بنتكلم عليها حاليا، وطلع منها اللي أسماك القديمة اللي طلع منها الزواح البرمائيات، والسمكة اللي طلعت تتمشى على شاطئ البحر وتحولت بقت برمائي، والبرمائيات طلع منها أو تطور منها الزواحف، والزواحف تطور منها الطيور، والثدييات اللي جه منها الإنسان. درسنا مع بعض في الموضوع ده، وأول حاجة عرفناها هل فعلا الكلام ده حصل، وعرفنا أنه أول حاجة مهمة بالبايوكيمستري في الجزء الرابع لو الجزء الثالث لو الرابع آسف، انه مفيش حاجة اسمها تطور عضوي، مفيش حاجة اسمها شوية مواد غير عضوية في الطبيعة تتحد مع بعض تكون مواد عضوية تكون بروتينات وكربوهيدرات ودي ان ايه، ده مستحيل، ده مصمم ومصمم بمنتهى الدقة. بعد كده لما درسنا بموضوع اقل عدد جينات مطلوبة لابسط كائن نعرفه زي المايكوبلازما جينيتاليا وغيرها، عرفنا ان مفيش حاجة اسمها الجد الأولي اللي أدوبك كام جين بسيط وبدأ ينقسم ذاتيا، فعرفنا أن الجد ده ملهوش وجود وده مخالف للعلم. الحاجة اللي بعد كده فعرفنا أن الجد ده غير صحيح. بعد كده الحاجة اللي درسناها، طيب هل بالفعل هذا الجد ينفع يكون اتطور تدريجيا إلى بكتيريا، وعرفنا الكلام ده غير صحيح، وعرفنا أن البكتيريا دي مصممة بطريقة رائعة فائقة الذكاء والدقة في تصميمها، وما فيش حاجة اسمها أتت بالتطور من الجد المجهول اللي ما نعرفوش. فاكتشفنا لغاية دلوقتي إنها شجرة بدون جذور، يعني شجرة شيطانية، شجرة بدون بداية الساق، ملهوش وجود، ده خيالي وملهوش أي حفرية واحدة تشهد على وجوده. وبعد كده لما درسنا من هل فعلا يصلح ان البكتيريا او الكائنات اللي وحيده الخليه البسيطه البروكاريوتيك تتطور الى وحيده الخليه المعقده،
وعرفنا كارثة الموضوع ده وإنهم ما عندهمش رد واحد ولا دليل علمي واحد على حصول على حدوثه، فعرفنا إنه ما فيش حاجة اسمها تطور الكائن من بسيط الخلية إلى معقد الخلية، ده ملهوش وجود. وبعد كده بحثنا على جدود الكائنات الأصليات زي الأميبا وكل البروتوزوا، وما لقنهمش ولا حفرية واحدة لجدودهم. فده كمان أكبر فرعين في هذه الشجرة ملهمش وجود. بعد كده قلنا نوصل لقلب الشجرة، مكان التفرع بقية الفروع الكبيرة، والمفروض لتطور الكائنات من وحيدة الخلية إلى عديدة الخلايا، وعرفنا إن ملهاش وجود. طب درسنا بعد كده عديدة الخلايا البسيطة، جدها مين؟ عرفنا إن هو ملهوش وجود، وعرفنا إن الإسفنجيات مصممة ولم تأتي نتيجة تطور. طيب سيبنا النباتات شوية وحنرجع لها، ابتدينا نكمل في المملكة الحيوانية. مين جد المملكة الحيوانية؟ ما نعرفش. طب فين حفرياته؟ مفيش. طب فين أدلة حدوثه؟ مفيش. طب هل يصلح علميا ان هو يكون اتى بالطفرات والانتخاب الطبيعي والصدف دي؟ لا، علميا غلط، فما لقيناش جد الحيوانات. ابتدينا ندرس اكبر فرع من فروع الحيوانات وهي المفصليات ومنها الحشرات. جدهم فين؟ مفيش. حفرياته فين؟ مفيش. تطور ازاي؟ مفيش. فلقينا الانثروبود ملهمش جد، واكتشفنا ان الانثروبود اللي هو المفصليات واللي منها الحشرات مفيش حفريه واحده لجدهم ولا دليل واحد على تطورهم، وعندنا مصممين وبمنتهى الدقه ومستمرين كاجناسهم من اقدم حفريات ليهم عندنا ما بيتغيروش. فاكتشفنا انه اكبر شعبه في المملكه الحيوانيه عديده الخلايا اللي هي المفصليات واللي منها الحشرات وتمثل 80% من عدد أجناس الكائنات الحيوانات عديدة الخلايا. 80%، احنا دلوقتي بنتكلم على بعد ما تكلم، يعني لما نسيب الوحيد الخلية اللي عرفنا مشاكل بتاعته، لما نتكلم على الكائنات عديدة الخلايا في المملكة الحيوانية ده أكبر فرع فيه ملهوش جد، ما لم يأت عن طريق تطور. واكتشفنا بالطريقة دي انه المفصليات ومنها الحشرات ليست نتيجة تطور. ادي اللي فاضل، فين الشجرة؟ فين شجرة التطور المزعومة اللي بيرسموها لأولادنا في المدارس ويعلموها لهم ولازم يعترفوا بيها وإلا يبقوا متخلفين وضد العلم؟ طب قدموا لنا دليل عليها، دليل علمي واحد عليها. ابتدينا نتكلم مع بعض دلوقتي على تطور الحشرات، وخدنا جزئين مع بعض ونكمل في الجزء الثالث. كلمت في الأجزاء السابقة بمراجع كتيرة لأقوال العلماء، والحب يرجع للأسبوع اللي قبل اللي فات واللي قبله، على أن الحشرات من المفصليات اللي تمثل 80%، يعني بتتكلم على تطور الإنسان ومسك لي جنس واحد من الكائنات الحية. طب أو الحوت، وحنرجع لهم هندرسهم بالتفصيل. طب ماذا عن بقية الملايين من الأجناس؟ سايبهم ما بتتكلمش عنهم ليه؟ اللي ما عندكش دليل واحد على تطورهم، اللي أكشول عندك أدلة ضخمة على ثبات أجناسهم. فعرفنا الحشرات من المفصلات اللي تمثل 80% من عدد أجناس المملكة الحيوانية عديدات الخلايا، مش معروف مصدرها، والمراجع كلها اللي تكلمت عن هذا ذكرت بالتفصيل ما نعرفش جت إزاي بالتطور. الإشكالية في هذا الأمر إن عندنا كتير من حفرياتها كثيرة جدا، وما عندناش حفرية واحدة من ملايين الحفريات أو مئات الملايين من الحفريات على مرحلة بسيطة واحدة أو على مرحلة غير مميزة قبل أن تتميز لأجناس الحشرات. ما عندناش واحدة. فالإشكال إن إحنا اكتشفنا. طيب أستاذ فاصولي ياريت ترفع إيدك، وأول ما تأتي فترة الأسئلة عزيزي هديك المايك أول واحد تقول اللي أنت عايزه. بس كالعادة المحاولات الأسبوعية إنه أثناء المحاضرة نتكلم براحتنا وعايزين نسأل، أول ما تيجي فترة الأسئلة مفيش. أرجو أن أنت تخيب ظني النهاردة وتسأل. أوكي، ارفع إيدك عزيزي واسأل في فترة الأسئلة كما تشاء، بل بالعكس ده أنا ممكن في النص هوقف وديك المايك، إيه رأيك؟ بس انتظرني قليلا. كويس؟ فما عندناش حفرية واحدة من مئات الملايين من حفريات الحشرات اللي اكتشفناها اللي تطابق الحالية، ما عندناش حفرية واحدة لمراحل وسيطة
أو مراحل غير مميزة في طريقها للتميز، ده لمدة نص مليار سنة من ادعاء الأعمار الطبقات المزعومة اللي بيدعوها. ده دليل واضح على ثبات الأجناس، دليل واضح على الخلق، ودليل واضح على خطأ التطور. واضح؟ وزي ما قلت ما عندناش أدلة حقيقية، فاللي فاضل إيه؟ خيالات، بس خيالات للكبار. فكل اللي يتكلموا عنه تطورين هم ما عندهمش دليل، فكل واحد بيقول اللي هو عايزه. ده خيال علمي، ده ليس علم حقيقي. أبحاث جينية فشلت في اكتشاف جد الحشرات، بل وضحت تصميم الحشرات جينيا. أيضا شرحت أن أجنحة الحشرات والطيران في الحشرات الذي لا يوجد له مراحل وسيطة ولا يصلح فيه التطور التدريجي، ده دليل يؤكد أو دليل قاطع على أن الحشرات لم تأتي نتيجة التطور. فاكرين إزاي تطورت الطيران في الحشرات والأجنحة في الحشرات خاصة أعضاء أصلية، إزاي أتت من قشريات بحرية أو ديدان بحرية أو غيرها؟ ودرسنا الموضوع ده بالتفصيل وعرفنا ان هو الادله العلميه تشهد على خطأ ادعاء ان هي اتت بالتطور، ما ينفعش. واضح؟ وطالما خلقت ده دليل علمي على وجود خالق. اكمل في الموضوع ده. موضوع اخر في ادعاء تطور الحشرات وهو تطور عيون الحشرات المركبه. ازاي؟ اتكلمت سابقا يمكن الناس اللي متابعه معايا الموضوع ده على ما يسمى باعين التريلوبايت، مش هكرر الكلام ده هنا، ده موضوع بيتشابه، لكن هتكلم هنا عن حاجة مهمة للحشرات والمفصليات عموما، لكن أهم منها الحشرات لأنها المفصليات البحرية يوجد فيها بهذا الدقة. إنه لو التطور صحيح إن احنا نجد دليل على تطور هذه العيون المركبة في المفصليات، العيون المعقدة الغاية في الدقة في تصميمها. فالعيون المركبة، واللي بيتابع معايا في الفيديو شايف مثال ليها الآن قدامه على الشاشة، العيون دي بهذا التصميم الفائق الدقة اللي ممكن يقترب من زاوية توصل ل 360 درجة في الرؤية، ده مش سهل ان هو يكون أتى بالصدفة، اللي هي عبارة عن مجموعات كبيرة من الأجزاء البصرية متلاصقة، كل جزء منها يمثل ما يشبه عين كاملة، ما فيه من عدسة مستقلة وغرف وغيره. المنظر ده تحت الميكروسكوب الإلكتروني. كويس؟ جماعة ما تخلوش الناس اللي جاية فقط للتشتيت تنجح في مهمتها. ياريت حضراتكم معلش ركزوا معايا شوية صغيرة في فترة الأسئلة، خلوهم يقولوا اللي هم من عايزينه. فحشرات كتيرة زي الذباب والنحل وغيرهم اللي بعضهم بما يصل إلى 4000 عين، اللي هي العين المركبة، وأغلب الحشرات بها عيون مركبة في الوقت اللي فيه كل الفقاريات المفترض أحدث منها تقريبا بها عيون بسيطة. فالكائنات الأحدث من الحشرات عينها بسيطة، والكائنات القديمة زي الحشرات عينها مركبة. عيون الحشرات المركبة اللي تسمى الأوماتيديا، الإشكالية إن أقدم حفريات للحشرات دي ما نمتلكها فيها العين المركبة كاملة التصميم ولم تتغير في شيء. طب جات ازاي بالتطور التدريجي؟ فين؟ انتم متخيلين عين بهذا التعقيد تساوي 4000 عين صغيرة متلاصقة بهذه الطريقة وبهذه الدقة، وعندي ليها كم من الحفريات ضخم وكمان موجودة في العنبر، يعني محتفظة بشكلها واضح تطابق الحالية في شيء، وما عنديش مرحلة وسيطة واحدة ليها، وفي الآخر يقولوا لازم عشان بتدرسها الجامعات لازم تقولوا إن ده أتى نتيجة تطور، وإلا تبقى جاهل وما أوعى تتسائل ولا تعترض عشان ما توصفش بالجهل. سؤالي، أين مراحل التطور في عيون المركبة للحشرات؟ أين الجد اللي كان فيه عيون بسيطة واتطورت تدريجيا إلى هذه العيون المركبة؟ فين؟ لو حد هيقول لي التطور حقيقة، طب هات لي مثال واحد، هات لي مثال واحد على مرحلة وسيطة لتطور الحشرات، أو على الأقل مثلا تطور عيون الحشرات. ممكن؟ بعضهم بها أعين مركبة مختلفة الألوان، على سبيل المثال اللي قدام حضراتكم ده. نفس السؤال، فين مراحل الوسيطة؟
أيضا نفس الفكرة اللي قدمتها عن أعين الحشرات، إحنا عندنا بعض الحشرات مش بس فيها عينين مركبتين، بل الحشرات بيكون بالإضافة للعينين المركبتين كمان بيها أعضاء مختلفة للأعين، وكلها بتشتغل معا وجهاز عصبي ممتاز بيوفق ما بينهم كلهم بحيث بتديها رؤية فائقة، زي المثال اللي قدام حضراتكم ده لفرس النبي. نفس الأمر اللي قلته على العينين المركبة ينطبق على البقع البصرية في بعض المفصليات زي العناكب اللي فيها أسيلة. الأسيلة دي أو البقع البصرية اللي في العناكب زي اللي قدام حضراتكم وبيبقى فيها التمانية في بعض الأجناس، أقدم حفريات عندنا فيها نفس الشكل، أقدم حفريات وسليمة ونقدر نشوفها نلاقيها نفس التركيب. طب فين مراحل الوسيطة؟ كيف تطورت البقع البصرية دي تدريجيا وأين مراحل تطورها؟ نفس الأمر على أعين اليرقات اللي تسمى استمات اللي توجد في رأس اليرق، فين المراحل الوسيطة بتاعتها؟ أين جدود كل هؤلاء وأين مراحل تطورهم؟ عيون الحشرات المعقدة اللي ليها حساسية عالية جدا وتساعدها على تحديد المكان ومصممة بدقة تناسبها للطيران، ده زي ما تقول لنا المراجع أقدم حفريات عندنا موجودة في البداية فيها نفس العيون المركبة ما تغيرتش. آدي أحد المراجع قدام حضراتكم يشهد على هذا الأمر. كلام ده فين؟ ده الإنسايكلوبيديا الكمباراتيف آسف كمباراتيف سايكولوجي فيسيولوجي سنسوري ناتشرال أند بيهيفيرال فيسيولوجي. ممكن تقول لي إزاي جه بالتطور التدريجي؟ هل يوجد دليل على التطور التدريجي لأعين الحشرات؟ فين الجد المشترك اللي طلعوا منه؟ ازاي تطورت الحشرات دي اللي احنا مش عارفين جم من جد ولا جم من تلات جدود، والتلات جدود جم من فين، والخلافات كتيرة اللي انا عرضتها في الاجزاء السابقة. طيب سواء جد او تلات جدود، ازاي اتطوروا للاشكال المختلفة، ازاي اتطوروا للعناكب واتطوروا للنحل واتطوروا للذباب وهكذا وللفراشات، ازاي أو فين حفريات هذه المراحل الغير مميزة في طريقها للتمايز؟ ولو هندعي إن الأعين دي أتت بالتطور التدريجي، وعارفين التطور التدريجي يعني بتكتسب حاجة واحدة في المرحلة الواحدة، يعني في جيل ابتدت تكتسب الغلاف، الجيل الثاني ابتدت تكتسب الأنتيريور شامبر، الجيل الثالث ابتدت تطلع له عدسة، طبعا ده أنا مبسطها جدا، الجيل الرابع ابتدى يطلع البوستيريور شامبر، الجيل الخامس ابتدى يوصل توصيلة عصبية لهذا العين، الجيل السادس ابتدى يوفق ما بين الأعصاب وبعضها. معلش ممكن تقولولي ازاي كانت عايشة عمية لا تعرف كيف تتغذى لأنها مش شايفة، أو تنجو ومش عارفة حتى تطير لغاية ما اكتمل تطور العيون بهذه الطريقة؟ لو أدوبك طلع لها الغلاف ولكن لسه العصب ما توصلش، أو لسه ما تكونت لهاش العدسة يعني مش شايفة حاجة، ممكن حد يقول لي إزاي تطورت من عين الكائنات المائية سواء الديدان البحرية أو القشريات البحرية؟ إزاي تطورت تدريجيا لغاية ما وصلت هذه العيون المعقدة المعقدة التصميم، مع ملاحظة انه اي حاجة غير مكتملة هي حشرة عمية هتموت مش هتعيش، ولا هتموت مش هتتطور في شيء لغاية ما تكمل بقية المراحل، مع ملاحظة ايضا لو كان اتت من الديدان البحرية او قشريات بحرية او غيرها اي طفرة في عينيهم هيبقوا عمي مش هيشوفوا يعني برضو هيموتوا. الناس لو بامانة الا يدل ده على التصميم الذكي؟ فالحشرات مصممة وليست نتيجة تطور عشوائي. أعين المفصليات ومنها الحشرات هي أعضاء كمان لا يمكن اختزالها. فاكرين لما تكلمنا على الريديوسابل كومبلكستي أو الأعضاء المعقدة التي لا يمكن اختزالها لتتميم وظيفتها وهي تبقى وظيفتها حيوية لأن بدونها يموت الكائن، زي ما تكلمنا على الصوت في البكتيريا وتكلمنا على أعضاء كثيرة، هنا بنتكلم على العيون في الحشرات. ممكن يقولوا لي إزاي تم اختزالها عشان تكون جات من تطور تدريجي؟
دي لابد أن تكون مكتمل تصميمها في الأول بالكامل عشان تعمل، وأي نقص يصبح الحشرة عمياء والحشرة العمياء تموت، واللي يفنى ده مش هيتطور بالطبع للمراحل التالية. ده واحد من الأدلة القوية على التصميم ويؤكد خطأ ادعاء التطور. حاجة تانية في الحشرات، وهي ما يسمى بأطوار الحياة في الحشرات. يعني إيه؟ في كتير من الحشرات تمر تغيير ما يسمى بالميتامورفوزس، يعني يتغير من شكل لشكل مختلف تماما، اللي هو يوجد بنسبة 65% من أجناس الحشرات، اللي هي تعبر بعد خروجها من البيضة بمرحلة شكلين لكائنين مختلفين تماما في الشكل. مرحلة اليرقة اللي مختلفة تماما عن مرحلة الفراشة. يعني في نوعين عندنا من الحشرات، نوع انه يخرج من البيضة كائن نفس الشكل ولكن على صغير، ويفضل يكبر تدريجيا لغاية ما يتحول للحشرة الكبيرة لكن نفس الشكل. معايا؟ الهميمي ده نفس الشكل، اما الهلومي اللي هو يمر باشكال مختلفه، يطلع من البيضه يرقه شكلها مختلف تماما، بعد كده تتحول لبيوبا او الشرنقه اللي بعدها تتحول لشكل يختلف تماما عن شكل اليرقه وهي الحشره البلغ. فاهمني؟ ده ان هو يكون الحشرات اتت عن طريق تصميم أو عن طريق خلق عمل فيها هذا الأمر ووضع فيها جينات تقوم بهذه الوظيفة، ده لا يوجد فيه أي إشكالية من الناحية العلمية. فأن يكون الحشرات صممت أن يطلع من البيضة يرقة، وهذه اليرقة في مرحلة عمرية معينة لما تكبر تتحول لشرنقة، والشرنقة دي تعيد تنظيم شكلها وتهضم فيه أجزاء من جسمها، وبعد كده تكون الشكل البالغ اللي هو الحشرة، ده أن يكون أتى بالتصميم ده مناسب تماما علميا، صمم بأنه يستطيع أن يقوم بهذا التغير الضخم في شكله وفي تركيب جسمه، ومعد جينيا لأنه أتى بالتصميم ليقوم بهذه الوظيفة. بل لما ندرسه نرى دقة وروعة التصميم في هذا الأمر، ويشهد على روعة المصمم اللي قام بهذا التصميم لتقوم بهذه الأمور المعقدة. لكن لو هنفكر في يرى الميتامورفوزس ده أو التغير في الشكل في الحشرات زي الفراشة، لو جه بالتطور التدريجي إزاي بالضبط أستاذ البشارة، ربنا يبارك حضرتك، ده ما ينفعش يكون تطور تدريجي. والتطور التدريجي يعني إيه؟ كل جيل بيكتسب حاجة جديدة وتضاف التطورات والطفرات على بعض على بعض لغاية ما يكتمل المرحلة بالكامل. أولا، هل يوجد دليل على التطور التدريجي؟ لا، لا يوجد أي دليل في الحفرات على أنه تم التطور التدريجي في الحشرات عشان تمر بهذا الشكل. بل أقدم الحفريات عندنا للحشرات اللي نمتلكها، عندنا اليرقات تطابق الحالية والحشرات الناضجة تطابق الحالية، مش مختلفة. كويس؟ وما عندناش مرحلة وسيطة واحدة للشرنقات دي، ولا مرحلة واحدة غير مميزة في طريقها للتمايز. رغم ان الانسان عشان يفكر ان الحشرات لو زي ما بيدعوا اتت من الديدان البحرية او القشريات البحرية، القشريات البحرية والديدان البحرية ما فيهاش هذا التغيير المعقد، ما بتمرش بمرحلة الميتامورفوزس اللي تغير الشكل الخارجي بتاعها تماما وتغير الترتيب والخلايا وأعضائها الداخلية عشان يتحول شكلها من يرق الحشرة لفراشة مثلا. العملية دي انتم متخيلين بيحصل فيها ايه؟ انه اليرقة اللي تشبه شكل الدودة تدخل تبقى شرنقة، بعد كده تطلع منها فراشة. العملية دي بتعيد ترتيب خلايا جسمها مرة تانية، وبتموت هي بنفسها وتهضم هي بنفسها وتدمر خلايا كتيرة جدا من جسمها من خلال إلزيمات هضمة، تهضم خلايا جسمها وتحولها عصارة، ويبقى فقط مجموعة من الخلايا في قرص Imaginal Disk. القرص ده الأساسي هو اللي يرجع بعد كده مرة تانية من المواد والعصارة اللي موجودة حواليه يكون الأعضاء الجديدة في فترة بتقعد لا تاكل ولا تشرب فيها وتكون في حالة كمون اللي هي الشرنقة.
متخيلين ده؟ القرص ده في ذبابة الفاكهة بيوصل لدرجة إن بيموت كل الخلايا، ويوصل لغاية يخلي 50 خلية بس ما بيهضمش نفسه، فيموت كل الخلايا فيما عدا 50 خلية بس، وال50 خلية تنمو مرة تانية إلى 50,000 خلية وتخرج بها من الشرنقة على شكل ذبابة الفاكهة، كما تصف مجلة ساينتيفيك أمريكان بالحصول على نظرة على التحور اللي هو المورفوزيس وكيفية حدوثه فأنه صعب. شكرا. يعني حصل ازاي بالتطور؟ مش عارفين. نتخيل ازاي حصل بالتطور؟ لا، صعب ان احنا نتخيله حصل بالتطور. طب شكرا، ما ده اللي احنا بنقوله. ازعاج يرقة في داخل الغلاف او القشرة هو خطر تدمير التغير. ده يعني لو انت ازعجتها اثناء ما هي موجودة في الشرنقة هتبوظ، ومش هتطلع على الحشرة وهتبقى ميتة. ده لو ازعجتها بس. فتخيل لو كانت العملية دي غير مكتملة، لسه التطور التدريجي ما اكتملش فيها، يعني هتبقى ميتة، والميتة مش هتكمل رحلة التطور. ادي نص الكلام اللي بيقولوه. كيف تحول الجد اللي من قشريات البحرية او الديدان البحرية الذي لا يتغير وما يمرش من مرحلة الميتامورفوزس، واي تغير فيه يموته، ولو استمر فترة بدون طعام هيموت، ان هو تدريجيا يدخل هذه المرحلة الحرجة من التحول بدون تغذية ويهضم نفسه بنفسه ولسه ما اكتملش، هو مش هيعرف يتحول لحشرة وناجة. مع ملاحظة اي خطأ في التصميم هو قاتل، اي مرحلة غير مكتملة ايضا قاتلة للكائن ولن يتطور. العملية دي تحتاج الى جينات معقدة جدا عشان تقوم بيها. الجينات دي مش موجودة في القشريات البحرية اصلا، جينات غاية في الدقة ونلاقيها في الحشرات وبس، وما نلاقيهاش في القشريات البحرية. ممكن تقولي لي ازاي الجينات دي الفائقة الدقة عشان تقوم بهذه العملية الدقيقة جدا اللي لو خطأ صغير فيها حشرة ميتة؟ ازاي جت بالصدف؟ مجلة ساينتيفيك امريكان تقول على تطور الحشرات ازاي تم فيها هذا الامر الميتامورفوزيس او التحور، استمر لغز. شكرا. كالعادة التطور يقولوا لك حاجة كبيرة ويخدعوا الناس، لما تيجي بقى في الديتيلز وفي التفاصيل على طول يطلع لغز ومش عارفينه وما اثبتناهوش وما شفناهوش وده مختلفين عليه والكلام ده كله. يعني في الآخر بيقولوا حاجات خيالية. استمر لغز حتى الآن. تطور تحور الحشرات يستمر، غموض بيولوجي أصلي حتى اليوم. شكرا. يعني لازم تقتنع بيه انه هو حصل والتطور ده، بس حصل ازاي مش مهم. اوعى تعترض، لازم تؤمن بالكلام الخيالي ده، وإلا هيتقال عليك انسان غير علمي وجاهل. لازم تؤمن بالخيالات اللي بيقولوها. الكلام ده اتنشر في اغسطس 10 2012. بل مؤسسة ريتشارد دوكنز نفسها إجابة على سؤال وجه إليها كيف تطور التحور في الحشرات، بص الإجابة نصها كالآتي، ده من ريتشارد دوكنز فاونديشن: أنه يستمر حتى الآن غامض. ولكن كالعادة الخديعة اللي يعملوها، بص يكملوا للأسف يقولوا إيه: ولكن علماء الأحياء جمعوا أدلة كافية لإعطاء تفسير مقبول. حلو، دايما ريتشارد دوكنز يقولك عندنا كم من الأدلة، ما حصلش، العلم أثبت والعلم أثبت، وتبص في تفاصيل الكلام إنك تلاقي دليل واحد علمي ما تلاقيش. بصوا آدي الحشرات اتطورت وعندنا أدلة كافية. طب يا عم قول دليل واحد من الأدلة الكافية دي اللي بتقول العلماء جمعوها. ده أسلوب ريتشارد دوكنز دايما، في كل جملة يذكر كلمة العلم 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 العلم، وإن هو يجيب لك دليل علمي واحد مفيش. عشان كده ريتشارد دوكنز دايما يتكلم عموميات، لو تسأله في سبيسيفيك يقع وما تلاقيش عنده دليل واحد. طيب المقالة طويلة عريضة إن العلماء جمعوا، العلماء عندهم أدلة، والعلماء قالوا قالوا قالوا. طب يا عم قول لنا دليل واحد من الأدلة الكتيرة اللي جمعوه. مفيش. يعني هو غامض،
ولكن اخترعوا لنا تفسيرات بدون دليل واحد ملاحظ. يكمل: هو عملية مجهولة. أمال فين الأدلة يا عم اللي جمعوها؟ أنت تقول لنا جمعوا أدلة كتيرة بس هو لغاية دلوقتي غامض وعملية مجهولة. ده مش كلام مرسل ريتشارد دوكنز والشلة بتاعته، ده أم المرسل. يقول إيه؟ بصوا الكارثة في الجملة التالية. قال لنا الأول ما نعرفش إزاي، ولكن عندنا أدلة كتيرة، لكن هي عملية مجهولة، ولكن احتياج تفسيرها بالتطور، يعني كيف تم بالتطور، هو غير مطلوب. يا صلاة الطبيعة، بصوا ركزوا في نص الكلام اللي بيقول، وأدي جايب لكم نص الكلام أهو. بيقول إيه؟ هو غامض لكن عندنا أدلة كتيرة، لكن هو لسه غامض، هو عملية مجهولة، لكن حتى نفسرها إزاي تمت بالتطور مش مهم. حد فهم حاجة من الراجل ده قال إيه؟ من ريتشارد دوكنز قال إيه؟ اللي بيعتبروه آية الطبيعة ريتشارد دوكنز اللي هو كبير الملحدين. حد فهم الراجل ده قال إيه؟ قال غلط ولكن عندنا أدلة كتيرة، بس هو لسه عملية مجهولة، وإن إحنا نحتاج نفسرها إزاي تمت بالتطور ده مش مهم، ده مش مطلوب. لا مطلوب لو سمحت، لا شرحنا إزاي تمت بالتطور. إيه رأيكم؟ كالعادة زي وزي بقية الملحدين، نفس الشيطان، نفس المدرسة، عناوين رنانة، عناوين براقة، علم منير، أدلة كتيرة، العلماء لقيوا. تدور في نص الكلام على دليل واحد؟ لا. وهو في نفس كلامه تلاقيه بيخالف نفسه ويقول احنا مش محتاجين نثبت ازاي حصل تطور. يا سلام، ايه رأيكم؟ ولازم تقبلوا، وإلا هتبقى جاهل مش علمي، لأنك بتضد العلم. آدي الموقع اللي عايز يتأكد بنفسه، آدي موقع اللي هي المؤسسة بتاعت ريتشارد دوكنز أهو قدامكم، وتأكدوا من اللي أنا قلته إذا كنت أخطأت في كلام ولا لا. ولو واحد لقي في الصفحة بتاعته عن طريق عن كلام عن تطور الميتامورفوزس في الحشرات لقي دليل علمي واحد يقدمهولي، وأنا هعتذر. إيه رأيكم؟ الكلام ده يشهد على التصميم بوضوح، لأنه بدون تصميم مستحيل أن يتم. ولو التطور تدريجي زي ما بيدعوا، شيء صغير غير مكتمل هو قاتل، والكائن ميت لا تطور. حد متخيل أنه لسه هيبتدي اليرقات تتطور وتدخل في أن هي تعمل في شكلها كشرنقة، ولكن لسه ما اكتملش الموضوع بالكامل، فما بتتحولش الحشرة فبتموت، ودي فيما بعد هتتطور؟ الكائن اللي بيموت في مرحلة لما يقدرش يكملها ويفنى، ده هيتطور بعدين؟ متخيلين؟ تحور الحشرات يشهد وبقوة وبدقة على التصميم، ويثبت خطأ التطور، لأن هذا التحور مستحيل علميا أن يحدث بالتطور التدريجي والتغيرات البسيطة. إيه رأيكم؟ رغم أن أنا لسه ليه كمالة وكمالة طويلة، لكن علشان الإخوة اللي بيعترضوا وما بيحللهمش يسألوا غير في نص الموضوع في قلب الموضوع، أنا هوقف.